السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، النموذج رقم 2، ودائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى الخامس ابتدائي. إذا اللي باقي ما تفرش في كاع الفروض اللي درت في القناة يمشي لا ديسكريبسيون، يمشي لصندوق الوصف، غادي يلقى بزاف ديال لي ليان، بزاف ديال الروابط ديال الفروض، يتفرج ليهم وان شاء الله غادي يفهم معايا الدروس وكذلك الفروض، وغادي يكون في اتم استعداد ان شاء الله للفروض ديالو مع الاستاذ ديالو في القسم. اذا مرحبا بكم. اذا هنا عندي فرض في مادة النشاط العلمي النموذج رقم 2، كاين هنايا 4 ديال الانشطة، 3 ديال الانشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية في اطار التناوب اللغوي. إذا نبدأ على بركة الله بنشاط رقم 1، عليه 2 ديال النقاط، أصنف الممارسات الضارة من الممارسات المفيدة للتربة والبيئة بوضع علامة في. إذا هنا عندي مجموعة من الممارسات، إذا كانت هذه الممارسات مفيدة غندير كخوة هنا، إذا كانت ضارة غندير كخوة هنا، صافي. قطع الأشجار، واش هي ممارسة مفيدة ولا ممارسة ضارة؟ إذا بطبيعة الحال قطع الأشجار، يعني إذا تقطعنا الأشجار بزاف من واحد المنطقة يعني التربة ما كتبقاش متماسكة، وبالتالي هي ممارسة ضارة بالتربة وكذلك بالبيئة، صافي. بالنسبة للتشجير، التشجير هو عكس قطع الأشجار، التشجير هو واحد مثلا واحد المنطقة ما فيهاش الأشجار، جبنا مجموعة من الأشجار وغرسناهم تماك على أساس أنها تولي منطقة فيها أشجار كثيرة، وبالتالي هي ممارسة مفيدة للتربة، يعني التربة كتصبح متماسكة وكذلك للبيئة. الممارسة الثالثة إنجاز مدرجات زراعية، إذا المدرجات الزراعية مهمة جدا وهي ممارسة مفيدة، علاش؟ لأن ذاك المدرجات كيساهموا في الثبات ديال التربة وكذلك يعطونا محاصيل زراعية اللي هي كبيرة، صافي. مزيان، غندوزو الممارسة الرابعة والأخيرة، استغلال المفرط للغطاء النباتي. بالنسبة لاستغلال المفرط للغطاء النباتي كيظهر لنا في الرعي الجائر، الرعي الجائر شنو هو الرعي الجائر؟ هو مثلا دي المعز ديالك ولا دي الغنم ديالك لشي بلاصة وتبقى ترعى فيها يوميا، هذا السلوك هذا ولا هذه الممارسة هذه ممارسة ضارة، علاش؟ لانه ذاك المنطقه ما غيبقاش فيها الغطاء النباتي، يعني ذاك الاعشاب كامله غادي تمشي وغادي تصبح ذاك التربه يمكن يوقع لها الحث والتعريه، صافي. اذا هذه ممارسه ضاره بالتربه وكذلك بالبيئه. ندوزو الان النشاط رقم 2، وحتى هو عليه 2 ديال النقط، انتبهوا معايا. ضع علامه في امام العبارات الصحيحه، اذا غادي ندير علامه في قبل العبارات اللي صحيحه، صافي. يعني مثلا كانت خطأ ما غنديرش كخوة، إلا كانت صحيحة غندير كخوة. العبارة الأولى، التربة الرملية هي التربة الأقل نفاذية للماء، إذا التربة الرملية هي اللي ما كتنفذش بزاف ديال الماء، واش هذه عبارة صحيحة ولا خاطئة؟ إذا هذه عبارة خاطئة، الصحيح ديالها هو أن التربة الرملية هي الأكثر نفاذية للماء، هي التربة الأكثر نفاذية للماء، لأنه في التجربة اللي رجعتوا للدرس غادي تلقاو هي التربة اللي نفذت بزاف ديال الماء بالنسبة تقريبا اكثر من 90%، صافي. دوزو العباره الثانيه، وهي الرياح ليس لها تاثير على التربه، الرياح ما عندهاش تاثير على التربه. بطبيعه الحال هذه عباره خاطئه، علاش؟ لان الرياح عندها تاثير كبير على التربه. زحف الرمال من اسباب التصحر، هذه عباره صحيحه، لانه زحف الرمال هي من الاسباب المهمه والمؤثره والمؤديه الى التصحر، صافي. العباره الرابعه، الرأي الجائر عامل طبيعي ليس له تاثير على التربه. اذا اولا بالنسبه للرأي الجائر هو عامل بشري ماشي طبيعي، ليس له تاثير على التربه، هو له تاثير على التربه. اذا الرأي الجائر احنا شفنا الفوق هي ممارسه ضاره تؤثر على البيئه وكذلك على التربه. اذا العباره الصحيحه الوحيده وهي زحف الرمال من اسباب التصحر. مزيان، غادي ندوزو الان لاكتيفيتي 3 كي هي اون فرونسي. Suivez avec moi. Donc, écris vrai ou faux devant chaque phrase. Donc, on dit qu'il y a 4 phrases. Il y a quand c'est l'ibara, on dit vrai, c'est Et quand c'est faux, on dit faux. Ça va? La première phrase. Tous les êtres vivants du sol ont la même taille et différents par leur forme. Il y a quand les الكائنات الحية ديال التربة عندهم نفس القد ومختلفين فقط يعني من ناحيه ديال لا فورم ستادير الشكل. اذا هنا عباره خاطئه، لان لي زيتر فيفون دو سول عندهم لا تاي ديفيرون، دونك هنا فو.
Plus le sol est fertile, il a une torba khisba, plus la production de la richesse en animaux est faible. يعني الانتاج ديال الثروه الحيوانيه كتكون ناقصه. وبالتالي هنايا عباره خاطئه. علاش؟ لان الا كانت التربه خصبه بالتالي كتكون ثروه نباتيه كبيره، وهذا الشيء اللي كيعطي ثروه حيوانيه اللي هي كبيره. اذا هي عباره خاطئه. لي بريز فون بروتيج لو سول كونتر ليروزيون. لي بريز فون هما المصدات، مصدات الرياح. صافي، مصدات الرياح كيحفظوا التربه من الحت. هذه صحيحه فغي. علاش؟ لانهم ملي كنديروهم كنديروهم على اساس باش يصدوا لنا داك الرياح اللي كاثر بطبيعه الحال على التربه، وكيحدث الحت والتعريه. صافي. بالنسبه للعباره الاخيره الرابعه، لو سول فافورابل او كولتور اي كاركتيريزي بار اون بيرميابيليتي موين. يعني التربه الصالحه للزراعه ياك تتميز بماذا؟ بنفاديه متوسطه. هذه عباره صحيحه فغي، لانه التربه الصالحه للزراعه ما خصهاش تكون عندها النفاديه كبيره، وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون النفاديه اللي هي قليله بزاف. اذا ستكون موين، يعني متوسطه، اون بيرميابيليتي موين. سي بيان. غندوزو للنشاط الرابع والاخير، سويف افيك موا. النشاط الرابع عليه جوج ديال النقط، بالنسبه للنشاط الثالث اللي هو اون فرونسي عليه اربعه ديال النقط. صافي. نشاط اربعه جوج ديال النقط، اكمل الفراغات بما يناسب الرعي الجائر حد طبيعيه الرياح. اذا عندي اربعه ديال الفراغات وكذلك اربعه ديال الكلمات غادي نكمل بهم. تخضع التربه لعوامل متعدده. اذا التربه تخضع لماذا؟ تخضع لعوامل حت، يعني ديك العوامل اللي كتساهم في الحت ديالها. اذا تخضع التربه لعوامل حت متعدده، منها اذا هذه مشات، منها عوامل كالامطار والمياه الجاريه. اذا الامطار والمياه الجاريه هي عوامل طبيعيه. اذا منها عوامل طبيعيه كالامطار والمياه الجاريه وبحال اخر والرياح، ياك والرياح، وعوامل بشريه. اذا هذوما بثلاثه بهم عوامل طبيعيه، يعني الله سبحانه وتعالى، وعوامل بشريه كقطع الاشجار، وهذه عوامل من صنع البشر كقطع الاشجار والرعي الجائر. والرعي الجائر اي استغلال المفرط للغطاء النباتي. اذا الرعي الجائر. وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد الثاني، المرحله الثانيه، ماده النشاط العلمي، الدوره الاولى، بطبيعه الحال النموذج رقم 2. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.